السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناة مستر بوم تك. للأسف معرفش أنزل فيديو امبارح ولا أول امبارح، لأن بسبب بس إن أنا كنت تعبان شوية، فالموضوع كان صعب بالنسبة لي جدا إن أنا أقدر أتكلم، لأن فعلا كان زوري وجعني جدا، ما كنتش قادر أصلا أتكلم بالطريقة العادية اللي أنا أقدر أوصل لكم بيها معلومة. فسامحوني بس على اليومين اللي أنا فوتتهم دول، وإن شاء الله في الأيام الجاية نبدأ نستمر مع بعض الفيديو كل يوم أو فيديو كل يوم ويوم عشان الراحة بس شوية. تمام، نخش في الموضوع على طول. حلقة النهاردة هي عبارة عن نقل كامل للاستراتيجية الخارقة من على الموبايل للكمبيوتر، نقل كامل كامل كامل. طيب تعالوا بقى نرجع دماغنا لورا ونفتكر كده مع بعض الاستراتيجية الخارقة دي كنا بنستخدمها في ايه. دلوقتي احنا هنتكلم على استراتيجية النهاردة والاستراتيجية الخارقة. انا سميتها بالاستراتيجية الخارقة لانك ممكن تستخدمها في اكتر من حاجة. اولا انت هنا ممكن تستخدمها في انك تقلل ترتيب اليكسا بشكل كبير جدا، لان الزوار اللي هيزوروك هم تقريبا زوار حقيقيين من اي بي هات مختلفة، يعني زائر فريد حقيقي، زائر فريد حقيقي. ده هيقلل من يعني ترتيب اليكسا الخاص بيك بشكل كبير جدا وفي وقت قليل جدا، لانك مثلا في اليوم هتجيب 10000 زائر، 5000 زائر يوميا، في 3 4 ساعات هتكون جبت 5000 زائر فريد. تخيل يعني ايه 5000 زائر فريد، يعني السي بي ام عالي، كل حاجه عاليه تقريبا، مفيش حد يقفشك، مفيش حد يقول لك ان الاستراتيجيه دي بايظه او غلط او اي حاجه، لا الاستراتيجيه تمام تمام تمام. اتمنى ما يكونش يحصل لها حاجه بعد ما اشرحها في القناه، بعد ما اشوف الفيديو ده اتمنى ما يحصلهاش حاجه، لان الاستراتيجيه دي بستخدمها في اكتر من حاجه. وبعد ما عرفنا ايه هي فوائد الاستراتيجيه الخارقه وليه احنا كنا مسميينها استراتيجيه خارقه، خلينا نعرف ازاي بقى ننقلها من الموبايل للكمبيوتر. تابعوا معايا كده الشرح. اول حاجه هنحتاجها هي ويندسكرايب وماوس اند كيبورد ريكوردر وموزيلا فايرفوكس. الفايرفوكس ده المتصفح العادي اللي هنستخدمه كان بافن، تمام، لكن كنا في بافن كل ما نعمل كلير للداتا كان بيعمل اعاده وبيجيب لك اي بي غير الاي بي اللي قبله، اي بي غير الاي بي اللي قبله، وصعب جدا 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 جدا، صعب جدا ان الاي بي يكون متشابه، صعب جدا. تمام. نروح على ويندسكرايب. ويندسكرايب ده اللي هنغير بيه الاي بي، تمام. بصراحه ويندسكرايب ده من افضل البرامج اللي انا شفتها لحد دلوقتي في تغيير الاي بي. اولا هو افضل من ايزي هايد في بي ان. ليه؟ لان ايزي هايد في بي ان 3 ايام وصعب جدا انك تعرف تجدد، ولو جددت في بعض الطرق كده الملتويه فالموضوع صعب جدا، تمام. لكن ويندسكرايب انت تقدر تعمل عليه ايميل عادي جدا، ايميل مجاني، وتقعد عليه لحد ما الفتره بتاعتك تخلص، بعد كده ترجع تعمل ايميل مره ثانيه وتشتغل عليه، او ممكن تعمل ايميل وهم من على مهمل وتشتغل عليه برده مره ثانيه وهيشتغل معاك عادي جدا. بصراحه برنامج ممتاز جدا جدا جدا، من افضل البرامج اللي بتغير في بي ان، زائد اللي فيه حاجه مميزه جدا لو عملنا كده اون. اولا هو متميز جدا بسرعته، بسرعته سريع جدا يا جماعه، سريع جدا في ان هو يلقط الاي بي بسرعه ويشغل الاي بي، زائد النت اللي جوه الاي بي نفسه النت بيبقى كويس جدا، مفيش اي حاجه بتبقى بطيئه فيه، تمام. بيبقى النت اكنك نت عادي جدا، تمام، عاملك انت متصل اهو زي ما انت شايف الاي بي بتاعنا اخره 114. هنخش هنا على الموقع بتاع الاي بيات زي الموقع ده مثلا، هنشوف قلنا ان احنا فين. زي ما انت شايف الاي بي بتاعنا اهو، هو نفس الاي بي، زي ما انت شايف هو نفس الاي بي اللي هنا يونايتد ستيتس، زي ما احنا عاملينها على يونايتد ستيتس، تمام. هي دي ميزه جميله جدا في الموقع ده، وبتخليك تعرف ان طبعا الموقع اللي احنا فيه ده بيخليك تعرف نسبه التخفي. نسبه التخفي عندك 80%، عارف يعني ايه 80% نسبه تخفي؟ يعني مفيش اي حد يعرف يمسكك، تمام. نسبه التخفي 80%. بصراحه موقع ممتاز جدا وتطبيق او برنامج ممتاز جدا هو ويندسكرايب. الصراحه انا عرفته من واحد على الجروب، جروب مستر بونتي. يا جماعه الصراحه الجروب ده مفيد جدا، ممكن كل الناس تشترك في الجروب، هتلاقي رابط اسفل الفيديو. جروب مفيد جدا، ممكن تستفيد منه باكتر من حاجه، مش فقط استراتيجيات او ان احنا بنتكلم في حاجات، لا في حاجات كتيره جدا انت ممكن تستفيد منها في الجروب. انت ممكن تخش في الجروب هيفيدك اكتر مما تتخيل. خلينا نكمل على طول الشرح، معلش يا جماعه صوتي تعبان وفعلا في افكار مش عارف اجمعها وحابب حاجات كتير، في مشاكل كتير جدا في دماغي، فاعذروني لو نسيت اي حاجه في الشرح ده. فاحنا بنحاول ننقل الاستراتيجيه خارقه من الموبايل للكمبيوتر، تمام. نرجع مره ثانيه، يبقى احنا كده هنستخدم فايرفوكس كمتصفح وهنستخدم كوينسكرايب كحاجه بتغير الاي بي، تمام. نرجع على طول كده ونخش على ماوس اند كيبورد ريكوردر. ده بيعمل ايه؟ ده اللي بيعمل اعاده، تمام. لو تفتكروا ان احنا كنا بنعمل اعاده في البرنامج اللي هو اسمه ريبيت تاتش، تمام، ريبيت تاتش او كويك ريبيت تاتش او ريبيت تاتش، المهم يعني البرنامج ده بيعمل لنا اعاده للشاشه وبنفضل نعمل اعاده عشان نعمل اكتر حاجه، تمام. البرنامج اللي احنا معانا ده اللي هو ماوس اند كيبورد ريكوردر، اولا اقوى من اي برنامج تاني للاندرويد، لان طبعا عارفين ان برامج الكمبيوتر تبقى اقوى، تمام، فالبرنامج ده اقوى بكتير. ثانيا تقدر توصل لحد 10000 ضغطه و20000 ضغطه والبرنامج لا هيعلق ولا هيتلخبط ولا هيعمل اي حاجه، تمام. مستحيل البرنامج يتلخبط، تمام. اللي هيتلخبط هو انت، انت اللي المفروض تظبط الدنيا بالظبط، ادي لكل حاجه وقتها بالملي، تمام.
ادي كل حاجه وقتها ويمكن ازيد من وقتها كمان عشان تقدر تظبط الدنيا بالظبط. تمام، انا بنبه على النقطه دي عشان في ناس ما بتعرفش تظبطها خالص. لو مثلا هتعملها على برنامج معين بيفتح لك رابط معين، فانت حاول تظبطها بالظبط عشان ما يقولكش الوقت، وتلاقي الوقت بدا يقلش معاك وتلاقي الدنيا بدات تبوظ معاك في البرنامج. لو مثلا تلاقيه بيضغط على اماكن تانية وبيعمل حاجات تانية غريبه، فده هو كله يبقى بسببك انت. تمام، حاول تظبط الوقت بشكل كويس عشان تقدر تستخدم البرنامج ده صح. تمام، تمام، يبقى ماوس اند كيبورد ريكورد عايز واحد يعرف يظبطه صح عشان تقدر تستخدمه. تمام، نيجي على طول على اللي مكتوب هنا. هنا ريبيت وانس اللي هو يعيدها مره واحده بس، هنا ريبيت وبتحط هنا الرقم اللي انت عايزه توتال لحد 10000. ريبيت فور دي بتقلي مش عارف صراحه يعني بتتكلم في دقائق حاجه زي كده. المهم يعني تختار واحده من الثلاثه دول، فانت الافضل لك يا اما ريبيت دي يا اما ريبيت وانس. عايز تزيدها مره واحده، وهنا ريبيت دي لو عايز تختار العدد. تمام، انا اعتقد لو عايز تعيدها بالدقائق اعتقد يعني. المهم هنا بيقول لك لو عايز اول ما يخلص الاعدادات بتاعتك اللي انت عاملها وانت نمت مثلا عايزه يقفل الكمبيوتر حاجات زي كده يعني. المهم الحاجات كلها بسيطه وسهله. تمام، عايز تبدا تسجيل اضغط على الريكورد هنا، عايز تبدا تعمل اعاده تعمل ريبيت اضغط هنا، او اضغط على الحاجات دي اللي هو الت اف 1 او الت اف 3. تمام، تمام، الموضوع بسيط جدا وسهل يا جماعه، والصراحه النقل الاستراتيجيه دي على الكمبيوتر هيبقى الموضوع مربح اكتر مليون مره. زي ما قلنا استخدامات الاستراتيجيه الخارقه كتير لا تعد ولا تحصى. تمام، استخداماتها كتير جدا. تمام، تقدر تكسب منها من الدايركت لينك، تقدر تكسب منها من حاجات كتير جدا، تكسب منها من اختيار الروابط، تقدر تكسب منها من حاجات كتير جدا. فانا مش هقعد اقول لك ومش هشرح استراتيجيات النهارده على موقع معين، لان انتوا عارفين لو شرحت على موقع معين الموقع ده بكره هيقفل، بعده هيقفل، الاسبوع ده هيقفل، الاسبوع اللي بعده هيقفل، كده كده الاستراتيجيات تقفل. فبلاش كده يا جماعه بالله عليكم، وحاولوا تبتكروا استراتيجيات باذن الله. انا لو لقيت استراتيجيات محكمه كويسه عن الاستراتيجيه الخارقه فاكيد انا هشرحها. تمام، تعال نبدا كده مثلا تجربه الاستراتيجيه الخارقه. انا مثلا عايزك تعملي ايه؟ مثلا عايزك تفتح لي مثلا صفحه كمان زي كده. تمام، بدل ما انت مثلا لو عايز تفتح صفحه زي دي، بدل ما انت تضغط على زائد حاول تضغط على البكره، البكره بتاعت الماوس اللي بتنزل وتطلع، اضغط على ضغطه هتفتح لك معاك صفحه عاديه، ضغطه من بعيد كده هتفتح لك معاك برده الصفحه. حاول تضمن، انا بس بقول لك فكره بحيث انك تحاول تضمن ان الصفحه او الحاجه اللي انت هتعملها دي هتتعمل 100%. اضمن واعرف ان مثلا الموقع ده انا ضغطت هنا سكيب اد، الموقع ده مثلا ضغطت ضغطه هتلاقي الموقع ده فتح لك مثلا اللي هو فتح لك بوب اندر، هتلاقي فتح لك بوب اب، فتح لك كذا، في اعلان هنا، في اعلان هنا. تضمن وتعرف انت بتعمل ايه بالظبط عشان ما تخسرش وتضيع وقتك على الفاضي. تمام، تمام، ولكن كده 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 ولا كده هي كده مربحه مربحه مربحه. تمام، خلينا نكمل كده على طول. نعمل مثلا تجربه، مثلا انا عاوزه البرنامج اول ما ابدا ريكورد هعمل دي اوف. تمام، اول ما يبدا ريكورد انا عايز يبدا ريكورد يقوم فاتح لي ده ويستنى لحد ما ده يعمل اتصال ويقوم عامل زائد هنا ضغط ضغطه، او يقوم عامل ريستارت لدي مثلا. تمام، تمام، هنقول له مثلا اهو اعمل يا عم ريكورد اهو. لا لا، نرجع كده مره ثانيه معلش. الافضل الافضل يا شباب نرجع كده، الافضل انك تبقى عامل كده، يعني انت تبقى عامل كده الافضل، تعمل ريكورد ضغطنا ضغطه هنا نستنى لحد ما يتصل. هنسيبه ثانيتين كمان كده بعد ما يتصل. تمام، نرجع هنا اهو بالراحه خالص، نرجع هنا كده نقوم رايحين وعاملين ريستارت. تمام، معانا كده زي ما انت شايف الاي بي اتغير، هنقوم راجعين كده بس وهنقول له اوكي. تعال نشوف كده هيعملها ازاي، هقول له اعملها لي مره واحده. اسف جدا، نرجع مره ثانيه. على فكره طول اول ما انت بتغير الماوس، اول ما انت بتحرك الماوس على طول هو بيوقف تلقائي بيوقف. تمام، لازم دي تبقى اوف يا شباب، نسيت الحوار ده، هنرجع كده ريبيت مره ثانيه. تمام، لازم تبقى اوف، هو يعمل اون اهو. نسيت قصدي يعني المقصود من اللي انا نسيت، نسيت ان انا اعملها اوف. تمام، بس نرجعها زي ما كانت يعني. انا شايف بعد ما عمل اون اهو زي ما انت شايف ده الوقت بتاعك، ده الوقت بتاعك. تمام، نزل تحت وضغط، بعد كده هيقوم رايح فوق وعامل ريستارت من غير ما انا المس الماوس من غير ما اعمل اي حاجه. تمام، الموضوع بسيط جدا وسهل جدا يا شباب.
زي ما انت شايف الموضوع بسيط جدا وسهل. فاتمنى بس ان الاستراتيجيه دي تعجبكم، واتمنى تستخدموها صح واستخدموها في اكتر من حاجه. اتمنى ان انتم تنوعوا في استخدامات الاستراتيجيه دي. اخر مره استخدمناها على بوبي ستيت والموقع قفل وما عادش بيدفع، استخدمناها على مواقع تانية كتير ما عادوش برده بيشتغلوا، استخدمناها اكتر من استخدام. ممكن انت بقى، انا اقول لك على استخدام حلو جدا، وان شاء الله في الايام الجايه اعمل بس انت سبسكرايب للقناه، وما تنساش تعمل شير للفيديو ده، وما تنساش تعمل علامه الجرس عشان يوصل لك اي فيديو جديد باذن الله عن الاستراتيجيات. فانا زي ما قلت لك في الايام الجايه باذن الله هننزل استراتيجيات كتيره جدا على الاستراتيجيه الخلاقه. انا بس بعرفك ازاي تستخدمها، وبعرفك على برنامج وين سكرايب، الموقع البرنامج الممتاز اللي هنستخدمه بعد كده في كفي بي ان مجانا. هو ما يعتبرش مجاني، هو مش مجاني ولكن تقدر تخليه مجانا، فالموضوع سهل جدا في الفي بي ان ده. اتمنى بس يكون الشرح ده عجبكم، اتمنى يكون شرح بسيط وسهل عن الاستراتيجيه الخارقه لما نقلناها على الكمبيوتر او طورناها. الصراحه ده تطوير كبير جدا للاستراتيجيه دي، بحيث ان هي هتفيدنا بشكل اكبر وهتشتغل معاك بشكل اكبر. الناس اللي كانت خايفه على التليفون بتاعتها من روت، الناس اللي كانت خايفه على التليفون بتاعتها انها تفضل فتره طويله شغاله اون سكرين، انا من الناس دي الصراحه. ممكن كان التليفون شاشه تتحرق او يحصل له حاجه كده ولا كده، فالموضوع كان خطير جدا على التليفونات. فاتمنى بس ان يكون الاسترجاع او نقل الاسترجاع دي عندك هنا على الكمبيوتر، اتمنى ده يكون يفيدكم. فاول حاجه انك لازم تنزل كل البرامج اللي هسيبها لك في الفيديو، لازم تنزلها كلها بحيث ان انت تكون مستعد معانا اول ما نبدا في استراتيجيه معينه، عشان ما ترجعش بس تتفرج على الفيديو ده تاني. اول ما نبدا في استراتيجيه معينه عن الاسترجاع الخارقه، فليها فيديوهات كتيره جدا في الايام الجايه، انت على طول تبدا معانا في الشغل. كان معكم مصطفى من قناه مستر بوبتيك، اتمنى الفيديو لو عجبك لايك الفيديو، وريت تعمل سبسكرايب للقناه عشان تعمل شير للفيديو ده عشان توصل لكل الناس. كان معكم مصطفى من قناه مستر بوبتيك مره تانيه، شكرا شفت الفيديو واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.